إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، ما زلنا معكم في صدد الحديث عن أسباب النجاة من النار، ونحن في هذا اليوم المبارك بحول الله وقوته مع السبب التاسع عشر، وهو سبب اضطراري، مع السبب التاسع عشر ألا وهو الصبر على المرض. الإنسان مبتلى، وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم من العلماء والصالحين، فكلما قوي إيمان العبد اشتد بلاؤه وعظم مرضه. والله قد قال في كتابه الكريم: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، هذا وعد من الله لا يخلف، أننا سنبتلى في أموالنا وسنبتلى في أنفسنا وسنبتلى في أولادنا. وإذا كان الأمر كذلك، يجب على من وقر الإيمان في قلبه أن يستعد لهذا البلاء. وإن هذا البلاء أي بلاء كان يعتبر نعمة، وإن النعم تعرف بأضدادها، فلولا الليل لما عرف النهار، ولولا الفقر لما عرف الغنى، ولولا المرض لما عرفت الصحة. وكم تعدد من هذه الأمور التي جعل الله عز وجل معرفة أضدادها سبب لشكرها. فربنا جل وعلا أخبر أننا سنبتلى في أموالنا وفي أنفسنا، ولا بد. وإنما الذي لا يبتلى هو الكافر والمنافق أهل النار، فقد جاء عند الإمام أحمد أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: أتأتيك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم يا رسول الله؟ قال: مرض يكون بين اللحم والجلد، وهي الحمى. قال: والله ما أعرفها. قال: أيأتيك صداع في رأسك؟ قال: لا يا رسول الله، ما أعرف ذلك. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما ولى الأعرابي ذاهبا قال: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. سبحان الله، لأن أهل النار
الله جل وعلا يؤخر لهم العذاب إلى يوم القيامة. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الرياح تفيئه، أي تقلبه وتضعه، فتارة يقوم وتارة يقع، وهكذا المؤمن. قال: وإن المؤمن لا يزال البلاء يصيبه، فيخفف عنه الألم ويخفف عنه الحساب ويخفف عنه العذاب يوم القيامة. قال: ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز، كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد، لا تهتز حتى تستحصد، بمعنى أن المنافق لا يمرض إلا مرض الموت ثم يفارق الدنيا، أما المؤمن فيبتلى، فإذا ابتلي صبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء أي نعمة شكر، شكر الله على هذه النعمة فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لذلك كان من أعظم الناس بلاء أنبياء الله، لم يبتلى أحد منا ولن يبتلى أحد بمثل ما ابتلي به الأنبياء. زكريا عليه السلام يهرب من قومه عند أن أراد بنو إسرائيل أن يقتلوه، فلما وصل إلى شجرة انفتحت له أصل الشجرة فدخل فيها، فبقي من ثوبه جزء لم تغطيه الشجرة، عندما انفتحت له فرآه المشركون، فرآه الكفار، فنشروه بالمنشار نصفين. ويحيى عليه السلام ذبحه بنو إسرائيل، أي بلاء أعظم من هذا؟ ونبي الله أيوب عليه السلام ابتلاه الله بعد غنى، وابتلاه الله بعد جمال وصحة في الجسم، ابتلاه الله بأن أخذ ولده، وبأن أخذ الله ماله، وبأن أمرض الله جسمه حتى لم يستطع أحد أن يقربه من شدة المرض والبلاء، لأن الله عز وجل قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، رجاء إلى الله جل وعلا، ومع ذلك صبر وأخذ بأسباب الشفاء ألا وهو الدعاء. قال تعالى في كتابه الكريم: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. مس بالمرض والتعب والضر في جسمه، قال سبحانه: فاستجبنا له، استجاب الله له، ثم أوحى إليه: اركض برجلك. ركض برجله في الأرض، فانفجرت عين من الماء، ثم أمره أن يضرب برجله مرة أخرى فانفجرت عين أخرى، قال: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد، اغتسل منه، فاغتسل فشفاه الله. ثم قال: واشرب من هذا الماء، فشرب منه، فأذهب الله جل وعلا المرض الباطن والمرض الظاهر، ورجع في أكمل صورة. رجع إلى زوجته عندما ذهب لقضاء الحاجة، ولم يكن له خادم إلا زوجته، فلما ذهب تأخر، فجاء إلى زوجته بعد أن أمره الله أن يضرب برجله الأرض، فإذا هو في أجمل صورة وأحسن صورة، فجعلت زوجته تقول: يا عبد الله، هل رأيت نبي الله المبتلى؟ إنه ذهب ولم يعد. فقال لها زوجها: إنه أنا. ولذلك قال سبحانه جل جلاله: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فبالصبر على المرض رفعه الله درجات، وأبدله الله جل وعلا بعد الغنى فقرا، وبعد المرض صحة وعافية. رسول البشرية وخاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه مرض مرضا عظيما،
فكان هو الصابر المحتسب. مرض مرضا شديدا عند موته، دخل عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: يا نبي الله وعلى الرسول قطيفة. فوضع يده من فوق القطيفة فوجد أثر الحرارة إلى يده، فقال أبو سعيد: يا رسول الله، ما أشد حماك، ما أشد هذه الحمى؟ قال له ابن مسعود أيضا: إنك لتوعك وعكا شديدا، أي لتمرض مرضا شديدا يا رسول الله. قال: أجل، إنا معاشر الأنبياء يشدد لنا في البلاء ليضاعف لنا في الأجر. قال أبو سعيد: فمن أشد الناس بلاء يا رسول الله؟ قال: الأنبياء. قال: ثم من؟ قال: العلماء. قال: ثم من؟ قال: الصالحون. وإن كان أحدهم، أي من الصالحين، ليبتلى بالقمل حتى يقتله. يا إله إلا الله، يبتلى بالقمل حتى يقتله القمل. قال: ويبتلى بالفقر حتى لا يجد إلا عباءة يلبسها. وإن أحدهم لأشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء، من أحدكم بالعطاء. لو أعطي أحدنا عطاء مالا أو غير المال تستريح نفسه ويفرح ويفرح. وقد كان بعض الصالحين يفرح بالبلاء إذا نزل عليه أعظم من فرح أحدنا إذا أعطي عطاء في الدنيا. ولما حضر النبي صلى الله عليه وسلم الموت، صلى صلاة المغرب وخرج من بيته محمولا، يحمله العباس بن عبد المطلب ويحمله علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قالت عائشة: خرج لصلاة المغرب وإن رجلاه لتخطان في الأرض. أدخل النافذة. قال: خرج لأداء صلاة المغرب وإني لأنظر إليه رجلاه تخطان في الأرض. قال: فلما وصل ودخل المسجد صلى جالسا. تقول بعض الصحابيات: فسمعته يقرأ في صلاة المغرب بالمرسلات عرفا، فكانت آخر صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام في المسجد. فلما خرج من صلاة المغرب إلى بيته وأذن بلال لصلاة العشاء، امتلأ المسجد بالمسلمين ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد اشتد به مرضه واشتد به صداعه ونزلت به حمى شديدة، فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، انظري هل صلى الناس في المسجد؟ فنظرت فقالت: لا يا رسول الله، إنهم ينتظرونك أن تخرج إليهم فتصلي بهم. قال: ضعي ماء في المخمض في قدر صغير. قال: فوضعناه في مخطب لحفصة رضي الله عنها، ثم جعلنا نصب عليه الماء من شدة الحرارة، فقام لينهض، قام لينهض، وأراد أن يمشي فسقط مغمى عليه من شدة المرض، ثم أفاق من غيبوبته. فقال: يا عائشة، هل صلى الناس في المسجد؟ قالت: لا يا رسول الله، إنهم ينتظرونك أن تخرج إليهم فتصلي بهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ضعي لي ماء في المخضب ثم صبي علي الماء. قال: فوضعت له ماء وصببت عليه الماء، ثم ذهب لينور، أي ثم ذهب لينهض ويمشي يريد أن يخرج إلى الصلاة، فخر مغمى عليه عليه الصلاة والسلام. فلما أفاق من غيبوبته قال: يا عائشة، هل صلى الناس في المسجد؟ قالت: لا يا رسول الله، إنهم ينتظرون أن تخرج إليهم فتصلي بهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ضعي لي ماء في المخضر ثم صبي علي الماء، فلعلي أجد في خفة فأخرج إلى الناس فأصلي بهم. قالت: فصببت عليه الماء ثم ذهب لينهض فخر مغمى عليه صلوات الله وسلامه عليه. فلما أفاق من غيبوبته قال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، مري أبا بكر فليصلي بالناس. سبحان الله، مري أبا بكر فليصلي بالناس، حريص أشد الحرص على أن يشهد الصلاة مع المسلمين في المسجد. كيف لو رأى بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام ونحن في عنفوان شبابنا وفي أشد قوتنا نسمع النداء فلا نخرج ولا نجيب ولا نصلي ولا نركع ولا نسجد؟ كيف لو
رأى كثيرا من الأمة وكثير من شباب أمته يسمع النداء وهو يسمع النداء فيتعمد في التخلف عن الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم في أشد المرض يحاول أشد المحاولة فيصلي بأصحابه فلا يستطيع أن يخرج لا يستطيع أن يخرج لشدة المرض. بل يقول أسامة بن زيد قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بيوم دخل عليه قال وقد صمت، دخل عليه وقد صمت أي ما استطاع ولا يستطيع التكلم من شدة المرض. فقال أسامة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إلى السماء ثم يشيرها علي، فعلمت أنه يدعو لي. إنها الأمراض، إنها شدة الأمراض التي تنزل بالأنبياء ليرفعهم الله جل وعلا بها درجات، يرفع الله عز وجل بالأنبياء درجات. وهكذا أيها المسلمون، المؤمن يبتلى، المؤمن يمرض، ولكن العبرة هي بالصبر والاحتساب. العبرة هي بصبر العبد على قضاء الله وقدره. فإذا صبر العبد أكرمه الله بكرامات لا تخطر له على بال، أكرمه الله يوم القيامة وأكرمه في الدنيا أولا بمغفرة ذنوبه. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به من خطاياه وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. بل ثبت عند ابن أبي الدنيا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما لا يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها فيحتسب ذلك إلا كفر الله عز وجل به ذنوبه، إلا كفر الله عز وجل به ذنوبه. وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا اشتكى العبد المؤمن، ولاحظ إلى قوله العبد المؤمن، أما إذا كان العبد غير مؤمن غير مصلي فابتلي بالأمراض فإن ذلك لا يكفر عنه شيء من ذنوبه، وإنما هو استعجال بالعذاب عليه في الدنيا. فإن لقي الله ولم يتب كان عذاب الآخرة أشد وأعظم. وإنما هذا في حق المؤمن فقط، إذا ابتلي فصبر. إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد، أخلصه الله من الذنوب كما يخلص الكير خبث الحديد. بل أخبر الله جل وعلا في الحديث القدسي أنه يخرج بعد مرضه إذا أحياه الله وعافاه من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا. ولاحظ إلى قوله مؤمنا، دليل على أنه إذا ابتلى عبدا من عباده غير مؤمن، وابتلى الفاجر المبتعد عن الله المعرض عن شرع الله فإنه يعتبر عذابا عليه. إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليت. وهذه مرتبة الصديقين، أن الإنسان يصاب بالبلاء فيحمد الله. قال: إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني إلا قام من مضجعه من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر. ومن منا لا يذنب ولا يعصي، فكلنا يذنب وكلنا يعصي، ولكن الله عز وجل يطهرنا بهذه الأمراض ويخفف عنا إذا لقيناه بهذه الأمراض. وليس معنى ذلك أن الإنسان بعد ذلك يتمنى المرض لنفسه، لا،
وإنما يجب على المسلم أن يسأل الله العافية، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اسأل الله العافية، فما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من العافية. بل كان يقول في الصباح والمساء من كل يوم في حياته: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. كان يسأل الله العافية، فلا يتمنى الإنسان البلاء ولا يتمنى المرض، فلعله إذا نزل به لا يصبر، ولعله إذا نزل به يتسخط، ولكن اسأل ربك العافية، فإذا نزل البلاء بك ونزلت الأمراض في جسمك فحينئذ قابل هذه المشاكل وهذه الأمراض بالصبر وحمد الله وشكر الله عز وجل على ما أبلاك به. لأنك إذا صبرت وشكرت وحمدت أكرمك الله يوم القيامة بجنة عرضها السماوات والأرض. قال ابن عباس لعطاء بن أبي رباح يوما: ألا أخبرك بنساء من أهل الجنة؟ ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال: نعم. فقال ابن عباس: تلك المرأة السوداء تمشي على وجه الأرض وقد بشرت بالجنة. قال له عطاء: وما خبرها يا ابن عباس؟ قال: جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا نبي الله، إني أصرع وإني أتكشف، أي إذا صرعت انكشفت عورتي، فادعوا الله عز وجل لي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت على هذا البلاء ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: يا نبي الله، بل أصبر طمعا في جنة الله، ولكن يا رسول الله ادعو لي ألا أتكشف، ادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لها ألا تتكشف، فكانت بعد ذلك إذا مشت بين الصحابة قالوا: هذه امرأة من أهل الجنة، مع أنها امرأة سوداء. هل تعلم أيها المسلم أن الصبر على الأمراض من أسباب رفع الحساب عنك يوم القيامة إذا علم الله صدقك، وإذا علم الله صبرك وأنك تحتسب الأجر عنده؟ ثبت عند الإمام ابن ماجة والترمذي من حديث أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها لمم، أي مرض في جسمها، فقالت: يا نبي الله، ادعو الله أن يعافيني. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرتي، إن شئت أصبرت ولا حساب عليك يوم القيامة، وإن شئت دعوت الله أن يشفيك. فقالت المرأة: بل أصبر وأحتسب ولا حساب علي يا رسول الله. إن الإنسان بصبره على الأمراض وعلى أقدار الله المؤلمة يرفعه الله درجات يوم القيامة. ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وجاء من حديث أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء عند الله مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. إذا أحبك الله ابتلاك. فيا أيها المريض، يا من تصاب بالأمراض الشديدة، اصبر، لا هذا لا يدل على أن الله يحبك ما دمت مؤمنا، ما دمت مستقيما، ما دمت صالحا، ما دمت مع ربك، فوالله ما ابتلاك الله لأنه يكرهك أو لأنه لا يحبك، وإنما ابتلاك الله لأنه أراد بك خيرا، لأنه أحبك وأراد أن يرفعك. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وجاء في حديث في صحيح مسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، يلقى الله وما عليه ذنب إذا صبر واحتسب. بل يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل ليكتب للعبد المنزلة العالية في الجنة لا ينالها بعمله. يكتب الله لبعض عباده منزلة رفيعة في الجنة ما ينالها بعمله، إما لأنه كسل في بعض الأعمال، وإما لأن عنده فتور، وإما وإما، لكنه مؤمن، لكنه صالح، والمنزلة عالية في الجنة كيف سيبلغها؟ قال: إن العبد ليكون له المنزلة العالية في الجنة، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه الله تلك المنزلة التي كتبها له.
أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المتبى والرسول المرتضى صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة والأولى. أيها الناس، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب وهي تزفزف، بمعنى ترتعد وترتعش، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لك يا أم السائب تزفزفين؟ فقالت أم السائب: هي الحمى، لا بارك الله فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى، والذي نفسي بيده، إنها لتذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، كما يذهب الكير خبث الحديد. بل جاء في سنن الترمذي وفي سنن أبي داود من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحمى من فيح جهنم، فإذا أصيب بها المؤمن كانت هي حظه من نار جهنم، كانت هي حظه من نار جهنم. فالمؤمن إذا أصيب بحمى في جسمه أنجاه الله يوم القيامة من عذاب جهنم، ولكن ذلك مصحوبا بالصبر والاحتساب على البلاء والصبر على أقدار الله المؤلمة. قل لي بربك أيها الأخ المسلم، فكيف بمن يصاب بما هو أعظم من الحمى، بمن يصاب بالأمراض الخطيرة ولا يقال الأمراض الخبيثة؟ قال أهل العلم: وإنما يقال لها خطيرة لأنه ليس في أفعال الله جل وعلا ما هو خبيث. الذين يصابون بالأمراض الخطيرة كأمراض السرطانات وما يحصل لأصحاب الحوادث، إذا كان العبد مؤمناً صابراً محتسباً رفعه الله درجات، كفر الله عنه ذنوبه، رفع عنه الحساب يوم القيامة، أدخله الله جل وعلا الجنة. وإذا كان غير ذلك، إذا لم يكن مستقيماً ولا صالحاً، إذا لم يكن من أهل الصلاح والإيمان، فإنما هذا عذاب إلى عذابه، إنما هو عذاب في الدنيا، ولعذاب يوم القيامة أشد وأبقى. فاحذروا عباد الله، واشكروا نعم الله عز وجل على ما من به عليكم من الصحة والعافية. أيها الشباب، أيها الآباء، يا من تتمتعون بنعمة الصحة والعافية، ألا نأخذ لنا رحلة إلى المستشفيات وإلى قسم الأورام في بعض المستشفيات لتذكر نعمة الله عز وجل عليه؟ أمراض أقعدت بعض المسلمين عن الحركة، أبعدتهم عن بعض الصلوات، يتمنى أحدهم لو يستطيع أن يقوم على قدميه فيركع لله ركعة. إن الإنسان لا يجد نعمة الله عز وجل عليه، لا يجد عظمتها إلا إذا رأى إنسانا مبتلى وهو يقول: أتمنى أن أذكر الله، أتمنى أن أصلي لله ركعة. لا يتمنى شيء في الدنيا إلا نعمة العافية ونعمة الصحة. فلذلك إن زيارة المستشفيات، إن زيارة المستشفيات وزيارة المرضى من أعظم الأسباب في زيادة الإيمان، ومن أعظم الأسباب في شكر ربنا جل وعلا الرحمن على ما من به علينا وعلى ما أعطانا من هذه النعمة التي نتمتع بها. والله والله لعل أحدنا يفقد صحته ويفقد عافيته ما بين لحظة ودقيقة وساعة، وما بين عشية وضحاها. فيا أيها المعرض عن ذكر ربك، يا أيها المعرض عن المساجد، يا أيها المعرض عن كتاب ربك، ويا من أوقعت نفسك في الذنوب والمعاصي والخطيئات، ويا من تهاونت بها، اعلم اعلم أنك مسؤول عن ذلك بين يدي الله جل وعلا. والله أنك ستعرف مغبة هذا إذا أخذت منك النعمة، نعمة العافية ونعمة الصحة، وستذكر ذلك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن ترفع درجاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ارحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم يا تواب تب علينا ويا غفار اغفر لنا ويا هادي اهدنا ويا كافي اكفنا شر شياطين الجن والإنس برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا. اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات. اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات ومن كان منهم حيا اللهم فأطل في عمره على طاعتك وبارك له في صحته وعافيته وماله يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم العلي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.